الأوروبية اللي فوق على حد البحر المتوسط. أوكي. كرواتيا وإيطاليا ومالطا والمغرب والبرتغال وسلوفانيا وتركيا ويوغوسلافيا. كمان هذا الكتاب كثير قريب على هدول، لأنه عندنا خرايط، عندنا كمان أحلى أوتيلات الأكتيفيتيز اللي عندهم، كمان من برا بنشوف كثير خريطة مرسومة، وجوا كمان بنلاقي خرايط، وبالخرايط حتى حاطين لنا نقط، يعني حتى نعرف انه وين في الاشياء اللي دلين عليها، حاطين لنا نقطه سوداء معلمين لنا اياها اكثر، هيك نعرف اكثر انه وين هالمسرح. حلو، يعني هذا الواحد اذا حابب يسافر لمسرح واحد بيسهل له، احسن ما ياخذ ورقه وحده ويقعد يبرم وما يعرف وين بده يروح. هيدول لا عنده تبان فاكرينه من الاول للاخر شو بده يعمل.